رب زدني علما وألحقني بالصالحين. لكيش أم آية تدع فرمي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني إذ يرون العذاب، بنا لسر اختلاف قراءة كان أن القوة لله جميعا، يعني وأن الله شديد العذاب، يعني ولو أجر ببين أوانيك استميان كردوا أو كاتيك سزايان نيشان أدريه كببين أن القوة لله جميعا هرشي هذا قشتي تايبت بخوايا وبيجذان أو خدايش كداري أو همو هذا شديد العذاب، يعني سزاي سختي هيا بوغناه كاران وتاوان باران، لرأيت أمرا عظيما تو أمريك عزيزين جزاكي محزوف باش. أو إذ يرون العذاب، يا إذ يرون العذاب كيا أمين، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا، أو كاتيك أو كسانوا كراونة شوين كوتو باشا، يعني تبعيتي بيرويا لكراوة، يعني بيرو كراوة كان داوية نهل أتكين بيزاري در أبرن. لكي بيزاري در أبرن؟ من الذين تبعوا لوانيك بيرويان كردوا لتابع كان، يعني أو كاتي كمتبوع لتابع داوان داوينها وقتكيني ليره بهزار فنوفيل هتا فريوي داو خستوية تشوين خوي إيسا لوي كزانيويتي إيتر هيشي بو ناكري نبو خوي ونبو أويش لوي داويني ليه هلا تكيني وقال من توم هر ندي وهر ناشر ناسم كيوتي بخصمك أو ليوا أو إذ يرون العذاب، إذ يرون عذابك كيا أو كاتيك تبرأ، يعني بيزاري در أبري، بيزاري در أبرن كي بيزاريك در أبري، الذين تبعوا أوانيك بيرو كراون باشا، أوانيك شوين كوتو شوين كو خلق شوين يعني كوتوا، يعني الرهبران لكي جاء لكي بيزاري در أبرن من الذين اتبعوا لوانيك بيرويا كردون شوين يعني كوتون. جاء علي أخوي علي أم إذا يرى بدل من إذ يرون، أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع أو كاتي كمتبوع كان إساء أقل شيطان كسيكي هالخران دوو أو كسبو بتابعي شيطان، يا كسيكي شيطان صفر ما دام كأم شويني أو كوتوا أم أبيت تابعة ما كشويني كوتوا جمعك أبيت أتباع، شنك صيغي أفعالك وصاحب أبي بأصحاب تابع أتواني ببيت أتباع أو جبت متبوع حالي بك شوين كوت، يعني كبيت تبع تبع جبين وشين تابع أتواني تبع وليت اللي رابع أتباع ناوتي إذ تبرأ المتبوعون أو كاتيك بيزاريا دربري بيرو كراو كان من الأتباع لبيرو كركان وشوين كوت وكان، وقرئ بالعكس يعني أخر إذ تبرأت الذين اتبعوا من الذين تبعوا، يعني أقر شوين كوت وكان أو كاتيك إذ يرون العذاب أو كاتيك شوين كوت وكان بيزاري دربري، يعني أتباع بيزاري دربري لمتبوع كان أو شاكري شنو أنا بزاري ده لبرا، يعني شيء وقت أي تبرأ الأتباع من الرؤساء يا من المتبوعين الرؤساء والرأوا العذاب أمش لحالك دايك داوينك هلتك ينو بزاريك ده لبرا وقال حالية بتقديري قد، يعني ولقد رأوا العذاب ويا وقد رأوا العذاب أمش لحالك هيك سزاكيان بينيوة كتشاويان لسزاكيا أزانن أم رفاقتي دنيائية أم بيرو كردنا، چونك لسر أساسي شرع نبوة ولسر أساسي قازانجو عمومي وقشتي نبوة هيج سودية كينية أم بيروي ليا كردن وشوين كوتنيكا، لو كاتاك سزاء بينن أي رائين له هذا الرائين تفسيرين أما حالة والواو للحالي وقد مضمرة شن معمولنا قال فعل ماضي
ببي بحال قديك إلى سر أبي شاكا. وقيل نولاء ما عطف على تبرأ يعني وإذ رأوا العذاب وليدار بقيل هنا في بمية كيان الرازينية شن أجر قرار بيبو عطف بيتو بو سر تبرأ أو إذ يدي بسر يعني إذ رأوا العذاب لولا شو أوتي إذ تبرأ بدل لبري إذ يرونا أها دي أجر أو إذ يرونا بيو أمجا أمج أجر عطف بيتو أيواء بيته إذ رأوا وايا إذ رأوا العذاب وقتها بدل ومبدل منه فرق يا نامين إلى بينيك أبن بيك يا حاربي فس كواتا باش وايا وكوابي حالية بيو قد مقدر بي ليوا إنا أما أنتواني ليوا بيجن خير ما عثوا وصل أو شنك عدم التقديري أو لا من التقديري ولا لواية تو تقديرك كيف أشتنا وتقطعت بهم الأسباب يعني إذ تقطعت بهم الأسباب وأو كاتيك أسباب كان يعني بيوندي كان يعني بشرا شاكا يعني وتقطعت بهم الأسباب وتب بيوندي كان أواني بشران ليك يا أوان أو بيوندياني كبيان بو بشرا لبينينا أتواني بيك معنى عن بدا وتقطعت عنهم الأسباب يعني مثلا سبب كان وسيلة كان لدسيان بربو شرا ليك ارتباط برا لبينينا يحتمل العطف على تبرأ أكري عطفي بس تبرأ يعني إذ تقطعت بهم الأسباب شنك أو محذوريك للرأو العذاب داروي أدا ليردا أو الرنادا أكري إذ تقطعك بدل بلبري إذ يرون العذابك يجي مشكلني أو الرأو يا عطفي كتب وسر أو أمش قدي لسلبي حال وحال لكاتك ذاك سزايا ديو أسباب كان يعني أسباب وسائل كان يعني هو كار كان يعني لدز بربوا وتأوشتانيك أماني الكان بيكو آخر أجردو كذ الكان بيكو شو يعني يكون منافعي مشترك يعني إيسائت اللي وا منافعي مشترك وشدنا معه حاضرة أوي وتقطعت بهم الأسباب وأسباب كان يعني حال لحال قداك أسباب كان يعني أو هو كاراني كأواني الكان بيك أو أي جيال بيك أو أنا قطع بو ونماوة أو الحالة باشا بالي يحتمل العطف على تبرأ يا عطف بوسر أو جار أو كبدو احتماله شنك آخر احتمالك أو بكر أو كعطف بوسر تبرأ كأو احتمالي بقيل هنا يكيتل أوابو أو حالب جاء لي أمع أكري يحتمل العطف على تبرأ أو رأو شاكا يعني أكري أمع عطف وسر تبرأ به يا عطف وسر رأو به أو الحالة وأشكري أما وكبابي حالية بعطف وسر هيش يعني به متوجبي يعني والرأو العذاب واتا حال در حالي وكو حالي أمش حالي كي تلوي يعني وراك أوقت اللي كاتك ده كسزاك يعني ديوا حالش يعني أسباب يعني أو شتاني كأماني بيوس أكر بيكو شاكا لبيننا بشراو بيودي لبيننا نماو أكري أوامي يعني يتلو وراك بعطف نقري أقر والي تقطع بعطف بكري أكري عطف وسطها برأ بي أقر وأشكري عطف وسر أو بي أو أو وأشكري كاتا أما هالحال دي حالك مثلا مستقل بدي وأوكا بعاتف نقري نقبع عاتف وسر أوكا هل وقت وتقطعت أوقت إيش الشيء قد يبوا مقدر هي أميش وقد تقطعت بهم الأسباب ولي والأول أوكا عاتف كينو وسر تبرأ أظهروا لأمانة بقوة تريك لم دواني تر بهي استريك ولقل أو مناسب ترى والأسباب الوصل وصل جمعي وصلية وصلة أويك أبيته هو كان بوب هي وسكرني دوش جيرة دوش دوش البيك وبهي وسكة هو وصلية باشا وسيلة وصلة اسمي آلة أكريب اسمي آلة آلة دبي والله منع آلة اسمي آلة في اصطلاحي حال اسمي أويك نصرفها جسي وزني هي لو أنا ولي أكريب مثلا
ناوي بو آلتي شد وكو مثلا جرس آلتي قلم آلتي نوسينا متواجه بي أمج آوال أو بتا نبقى شن اسمي آلت بوزن بإصلاح فخسي وزنيها يعني أول مثلا إذا كان صيغي فعول فعال جاريوا فعال جاريوا هي همو أوانا بعنوان آلت بكار بريه بارغ الله أم جارة زور جاريوا شيء إيما مثلا آلت قال يكمان هي كوال لو وزن إصلاح يعني مثلا إذا كان بلين قلم كآلة نوسينا مثلا بنعلى المكتبة مثلا آلة كتابة أوانيها بل كويس كان قلم اسمي آلتها والله من اسمي آلتي إصلاحي إما لا إصلاحي اسم الله قلم شسيغيك يجين اسمك جامدة نا يجين ما اسمي آلتها ولا عيني حالشة آلتها بوكالة أمج على قبيلة والأسباب الوصل التي كانت بينهم يعني أو بيوان ديانيا كالنيوان يعني أبو أسباب أولا شيء من الاتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك أوش بريتية مثلا لبيروي كردن اتباع اتفاق يكوتن مثلا جاريوا اتباع بوا أقل بردو نزمي بو بيلا بينا يكي كان قول بو يكي كان شكولة بي شكولة برحال إسا شكولة يكال لحازي مادي وبيلا لحازي عقل وبيلا لحازي قوم تايفة وبيلا شكولك بيروي كرده لقولك هو اتباع جاريوا هنيه كم مساوين لقويك يتر بكاريك كان كارك موردي تأيدي هرلو لا يعني هو اتفاق حالبي شنك هيش كان تابعي هيش كان مكانين هرقل بقان سر بخون بويا كان عليهم وصلك بريتيا لاتباع ولاتفاق لسر دين مثلا دين يعني يكا والأغراض الداعية يا اتفاق يعني هي لسر أو غرز هدفانيك هدف غرز كان الداعية إلى ذلك باموز أكن باشا بولاي أو اتباع اتفاقك يعني مثلا غرزي مشترك يعني مثلا دو كيشور كي يكاقرين يسا سر بندل يرى هدفي مشترك يعني بولاي لسر يكخال ريكو جاري واهي مثلا دو كز دقل يكا دجمن بلان خالك مشترك يعني لسر وخالة مشتركة يكاكو متوجب أمان رواية بولاي أغراض داعية إلى ذلك بولا وأصل السبب بلام أصل السبب لرشاء الحبل الذي يرتقى به الشجرة بريتيا لو قريسي كسركوتني في أكريب وسردار يعني مثلا إخاتنا وقيو فيها هذا قريوة كون ورت عندي وكهيني قريس قايش قريش فيها حالي بس اللي خوي فيها هذا قري حالي أو وسيلة كفي هذا قري بدارو بردوشتي ولا أبو يشن سبب أو لهنا هاي القرآن باسي أو هاي كعلي بلي بس سببي هالخاء في برواته السروة كما نقول لوا حبلة يا نفق اللي ده وعرس عرس كن كاشية غيره يا سبب سبب ونفق سبب وسرو نفق بوخواره بسبب إلى السماء شاكر بل وقال الذين اتبعوا وأمر شوين كوت وكان أبينن كديارة أو الزرريان كردوو شوين أو قورانا كوتوني سهيشان بكاريان ناينو أو عند الدنيا استفادان لي كردونو قمرايان كردون وقت يجن أو عني كوائد تبعية يان كردوو بيرويان كردوو أعلن لو أن لنا كرة خوزق أولو بمعنى ليتايا خوزق ببواي بو إيما كرية يعني قرانوية شاكا قرانوية ببواي جاك قرانك واشي معنى فنتبرأ منه إيماش بيزاري ما ليه دينا برين كما تبرأوا منا هروكو أوان بيزاريان لإيما دار بري أهاوتي إذا تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا أمر أوان شغلين كاكا خو أو قرانا جاء ما أو معناك من إيكامو با التبعوك شاكوا إذ تبرأ الذين تبعوا يعني معنى آتك لسلباري أولي منع عكسك ما قرئت اللهم وقال الذين تبعوا خلاني نوا شاكا ولي باش مناسبني لقال أولا
چون به مثلا او گورکان کلیر اوانین فریوداو اختیار نشول خویان ابي امن اوات خوازن بو او خو ای ول دنیا امتن بس بخت کردو او ایشج لا پش مانتی هوا کانو امانو خوزګه قرانوی بو ای بو سر دنیا مش بزاری من لو اندر بریا وقت او ان بزاری ل امان در ل ام در بری او حالبو مثلا ان ايته قسم ذلات او ان قراءه او عكس ضعيفك عكسينك عربي ومناسب ترى يعني اوها اللي قال عائسة شون يخون يقول اولو اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا شاك تريك تا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا نعم باغي لو لي تمني يعني او لو كلا آياتك دا هيب وتمني نبو شرطيا ولذلك أجيب بالفاء هل برويك لو كلا وتمني بو يبفاء بو هاتو شنك ايما قاعدة من وايا اقر فعل مضارع قرار بقري لدواي تمني ويا لدواي استدلال لدواي طلب لدواي طلب لدواي نفي و شاكا في دي تسر مضارعك كفيشات تبعة فعل مضارعك منصوب بأنك مقدرة باشا ليت الشباب يعود فأخبره يوم فأخبره بما فعل المشي باشا أم جوايا لو أننا كرة فنتبرأ نال فنتبرأ فنتبرأ ها في هاتوا فشنك تمنى أجيني تمني أجيني بويوايا أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أبو آواب وايان حالب كذا جاء كذلك يعني مثل ذلك الإراء الفظيعي يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم أو عليهم داخل متن قرآنك يا أدين أتقف شنو باشين نسيو بلى يريهم بلى واحد باش جاء عيسى باو بخينو بلى على يريو دسكيك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم نشانيان أدا خدا كردوكانيان بپشيماني يعني أو كردوانا كأوان كردويانا بپشيماني أي إخات برشاويان بخفت حسرات آخر حسرت شدتي ندمة يعني أو كرفة شمانيتي ويبا ندامات اللي أداتها بحسرت بغنباري لسريان يعني أو كردوانيان أخوائي قولة بغم أو كردوان دنيا كانيان همو بغم خفت نشان دابو أبيها جائسة كاني إرآ أولي لفشا فرمي إذ يرون العذاب أجر إما يرون إخواني نوا مثلاً باب إفعال بإخواني نوا أرى يري مجهولك أبت يرى يرأون لا أصلا جاء مجال أجر بكين مصدر كبيرين مثل باب إفعالك تو بلى أرى أرآ يعني بيجوا كهش اللي حذكره أبت إرآي أم جابت إرآء جاء اگر تخفيف همزة وكي همزة أولاك حذف كي وقل فعلك ولا لما زيل لما ركا حذف كردوه اللي واش حذف كي هر أو همزة آخر كمن قلب لبرية كا أو أمينته برا متيج لآخر وأتواني بيني أتواني ببيتيش بيني إراءات إراءات دواي أو أتواني إراءات شوينيتو آخر أو سهرت وجهاتوا يعني هم إراءتي هاتوا هم إرايتي هاتوا دي هم إرائها توا حربي جاء ليرة دا أفرمي مثل ذلك الإرائي أو إرائي الروجي قيامته أو إرائي كعذاب كان نشان أدريو كأو عذاب يانت شاوبيك أو لها مو بيوانديكي نامشروعي دنياي فشيمان أبنوا يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يعني مثل ذلك يعني أو مثل ذلك مفعول مطلق أبو يريه يعني إراء مثل ذلك الإراء متواجبون إشكال ثاني أخوة وهي جاءوا حسرة وهي ثالث مفاعيل يرى يا يري يري أرى يري يا ما أرى من هي ورأى من رأى مثلا ذو مفعولية لأفعال القلوب ولأو أرأيك لأفعال القلوب بفعالك وليقرس هي مفعولية باشا جاء عليه أجر أم أرايش لدو حال بدني أم يريه
يا للرؤيتي بمعنى بصر ورجيراوة بمعنى إبصار يا بمعنى علم. أجر بمعنى للرؤيتي بمعنى بصري ورجيراوة يعني منا أبصرتو برأيتوك لو رأيتو ورجيراوة أوادو مفعولي قتو حسراتك أبي بحال شاكا. ولي أجر للرؤيتي علمي ورجيراوة كلا ثلاثي مجرد دو مفعولي أجر لبالي إفعالك سيان أجريه أم حسراتك مفعولي سيها ويلا أمسيها مفعولي يريه إن كان من رؤية القلب أجر رأي يريك لو رؤيتي لرؤية القلب هاتوي نا لرؤية بصري وإلا أجر لرؤية قلبي وناتوي فحال أبي بحال يعني أبي تحل أعمالك أما باش يريهم الله أعمالهم حسن أي سمسا أنتم أعلمت معناك أو علمت زين الخائمة يعني يقين ما هيك اللي راوستا وها زاني زاني كمان يقين أما أقرب لي أعلمت زيد عمرا فاضلا يعني زاناندم آوة تانية زاناندم بزيد كعمر فاضلة وها ليريشا خدا بي زاناندن ككرد وكان يان حصرات الأسرية متوجبون كي جان لو حالي كردن آه يريهم ال قيناك أخذ زور جاري وهاي مصدر أبي بحال جاميش لا تأويلي شيء هيا أتواني مثلا بل يري إجازة يريهم الله أعمالهم باشا أعمالهم ذوى أري أعمال ذواتي حسراتي إني ساحب حسرات بغي حسرة عليه وأشكر يا خدي حسرة صفة مشبهة به وإما مثلا صفة مشبهة بالرزي فعلا هاي أكري خدي حسرة صفة مشبهة به فعلا بغي وما هم بخارجين من النار وأما إتل أباسي أو أكاد يالا كرد وكان أبي بحسرة أمانة لفيش أو أجين ما دام ك حسرة كان لبرويك عاقبتنا هموار يعني عاقبة خلاف يعني وادي على أمانة أشنا دو زخوة يتي لبا نعل أشنا دو زخوة بلام دوايا وأفرمي وما هم بخارجين من النار يعني أوان هرجيز درهاتو نين باشا شو درنين من النار لآور يعني لآور شوية نية والله بروانا دروا هل هالا نامية جا هر هالا نامية يعني شونة نامي أوكا بيجي مثلا ديرانية يريهم الله مثلا أعمالهم حسرات عليهم أم جا ويدخلهم النار يعني خاتنا أريدو زخوة يدخلهم النار نفرموه لبرشي لرانية كافرموه ما هم بخارجين من النار أواقا يعني جوانا متواجبون بلام باشبوني وما يخرجون بفعل مزارع بوشين يود أصله وما يخرجون يعني أصلك ما يخرجون بجي ما هم بخارجين من النار أي باشبو مثلا هاتو كريتي بما هم بخارجين من النار ولا فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط من الخلاص والرجوع إلى الدنيا ولا عدول بيكرا با أو لفظة يعني بو ما يخرجون ولا أم عبارة ما هم بخارجين من النار بو مبالغة بكرية يعني جملة اسمية جملة اسمية أم جعل الله كتري شوى ما هم بخارجين من النار تأكيد شا شون أو بيه بي إزافة كراوة يعني إما بلاغة أخوانين لنفيا أو بيه إزافة أكري وكشون لإثباتها مثلا لا مي إزافة أكي يا إن يجيري مثلاً تأكيد جيانية ونفيش أو بيا تأكيد جيانية أو ديار مو مبالغة مبالغة لخلود يعني زور أبدين لآورا مثلاً وهروها والإقناطي ومبالغة كيا لإقناط يعني لا نا أميدي حاصل كردنها يعني بيا أميد كردن بيا أميد يعني كالشي لخلاص لويك نجات يعني بيا ولويك بقرة نبو الدنيا كلو بيش كوت يعني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم أما تواب جاء أمجر فرمي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وكلا آخراته ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. أي خلق بخون آلو شتانيك لزويايا بلام هموشدنا حلالا أوي كالرواية بخون أوي كالرواية حلالا طيبا باكا يعني أوي كالرواية وباكا بخون. نزلت في قوم أما لباريكم الله خلقك ونازل بو أم آيتك حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس كحراميان كردبو لسر خويان طعام برزكان يعني أو خواردنانيك لرادي سنوال شاكا يهر وهاو الملابس وأو لباسو جلو برقانو مثلا كوشش تقول لنا ذرقرا أو عنيك لرادي سنوال ورقو شوخيك سياني مليون هيك مثلا بولا قريتو حالبي لحالك اتواني ددس كوافاتولي بيس يعني شاكا اهواني ان لسر خوان حرام كردبو دي ام جهر اخواي قوله فرمي باوا هر حلال و پاك بي كافية توج لميزاني خود اگر شاند هلي قرد او لباسا بنرخ بكري بيكرا اگر شاند هلي قرد او خوارن بخوي بيخو او ميو خوي بيخو اگر تواني بيكا باوي ام جرى او حلالا مفعول كلو يعني نيا كلو مما في الارض مما هو مفعول غير صريحه حلالا يعني حلالك بخون وقبل معناه كلو درز اوايا مفعول كلو وكيا يا نخيل او صفه مصدر محذوف يا صفه بو مصدر كمحذوفه يعني كلو مما في الارض لويك الارزايا بخون جامي نكبو تبعيزه او اختبت شيبته كلو بعض ما في الارض كأمجر أكلا حلالا يعني أو حلالا صفة مشابهة وجمال وايا أبت صفة بو أكلية مقدرة كأكلك مصدري أكلية أو متوجبين مصدري كلك أو حال مما في الأرض يا حال لما في الأرض يعني بخوان كلوا بعض ما في الأرض كحال أو بعض ما في الأرض وإيه وأي خوان حالي وايا حلالا لهذا صورة كذا ومن للتبعيض أو كاتا بشي أزاني منك بو تبعيزة شن أقر بو تبعيز نبي إذ لا يؤكل كل ما في الأرض خو هرشي لعرضها فرمو خبايا فرمو السلام عليكم وعليكم السلام فرمو خبايا شكرا أم جارة بل ويتي منك بو تبعيزة شن إذ لا يؤكل كل ما في الأرض هر خوي أقرني لسر وكا منك بو تبعيزة شن كخواي قولا فرمي كل مما في الأرض أجر قرار بمينك أبو تبعيز نبياني هرشي لأرض يا بيخون هي هرشي حلال هي لأرض آخر أجر حلالك نبي كل مما في الأرض إساء أجر مينك أبو تبعيز نبي يعني هرشي لأرض يا بيخون وبردي شقريت له عظيم الدار وبردي وها ولديارك مينك أبو تبعيزة خوي أواق يعني كيعني بعضك لو يكل أرض يا بيخون طيبا طيب يعني شيء آخر بعض يشد حلاله بلام منفذ ناي حب يعني شاكا عليه يستطيبه الشرع يعني شرع بفاكي داني أو الشهوة يا حزو آرزو أو الشهوة المستقيمة آرزو مستقيم الراس يعني مساء سنية تبعي معتدي هي واهي قيزي لها مشتك الله الشباته هي واهي قيزي لحجنا الشباته يعني حموشتك أخوة أو حساوني هيش كان من لود وأنا حساوني تبعي مستقيم يعني معتدي لبي أو حالبي راسته وخوبي بوشي إذ الحلال دل على الأولي بشي أزاني منظور في بو مثلا طيبا با أو الشهوة المستقيمة بوشي أو مثلا طيبا أو يعني ما يستطيبه الشهوة المستقيمة باشا أريد شن حلالك كيما لفيشا باس ما يقولوا حلالان دلالة أكالثة أولك كي يستطيبه شرعوه آخر حلال بيانس يعني يستطيبه الشرع دي واقعيني ولا وقت لا هيش دي واهي يستطيبه الشرع ولا تتبعاتها ناجة تساري حالبون أم جارة دي أبو أختي وتستطيبه الشهوة المستقيمة هردوية أما أخذني ألو حلال ألو أنا كالفقه ولا وقتك كباسي مثلا حيوان وأنا كا فردنا أري حيواني واهي أعجلي واهي نص شرعي لباره ويسا قرآن يا سنة نص لباره ويهيتي مثلا الله بيخون هي واهي نص هاتو الله ما يخون لبعنية بشكل زور جوانيش به زورش حزيليكي ولي نص حرامي كردوه واهي
هواش نص نحلالي كله نحرامي كله بلان ديارة أو أقرته بسر استطابة بريت زوري وتهاتن برنا ونشانو شتيان دانا وكو وكا أقر قوشت خاربي ونازانم دنو كيلار بي ونازانم قلبي بي وانا قوشتي ناخوري شاكا بلان لعين حالة أو استطابة لنظر جيريا على فقه ديكاكا ودواي أو كأما أخون ولا تتبعوا خطوات الشيطان وشوين كوتوي باشا شوين باي شيطان هل مقرن شوين با هل قرتن شونا بس هاي سكالين يا با هل قرتن شويني باكي هل أقري وافرس كتو كس يكبرو شويني الرويوة أصلا دس هاتون لباخي كي تو دزيان كردوا شاكا تو أكويتا شويني أبزاين بوكيو شون مثلا بياي وابوا فرزان أتواني بلن دها كيلومتر شوين باي بردوا شوين باي هل مقرن بدا أو قدمي لكو دانا توش قدمك اللي واداني نية كباسي خوارنو خوارنو واناكا زورتر مثلا شيطان لو بوارانه ونفوزك أبو كان كباسي خوارنك أبو خوارنك بخو أما ولا تتبعو خطوات الشيطان تامن يجي باي شيطان شاكا يعني لا سيء أو مكر ولا يعني شيء المنظور لا تقتدوا به في اتباع الهوى شاكا يعني اقتداء بالشيطان مكا اقتداء بيه مكا يعني ميكب بيه شنك ميكب أسوى بألقو كخو من بأسوى ألقو اشتغلن شيء عن بيه شنك شيطان مكب بيه شنكي خود في اتباع الهوى لواك أو في أبو تعليلة مثلا او بكي بعلات بوشوين كوتني هوا او اخت دواي او تشي بامرا اگر شويني اكو تنزل ستالي شوي فتحرم الحلال ببوني او امجابيا مثلا بسبب او وجوابي نهي كيا حلال حرام كان وتحلل الحرام وحرامكش حلال كان وقرا نافع وابو عمرين وحمزة والبزي وابو بكرين بتسكين الطاء يعني ولا تتبعوا خطوات الشيطان أولاً خطوات جمع خطوية خطوة معمولاً اسم آخر أوانيك وكو خطووان يعني مثلاً سي حرف نو لدواء لآخر شوتي تأنيسيان تيويا شاكا أقر سفد بن أو هر وكو خوي يعني هنا كي شون أصلك كي شون هروع جمعك ليتوا أجر لصورتك اسم بن ولا أجوف نون أو أختي أجوف نبن ملاعف جنب أمرا لسيح على البدن أجر فاعل فعلكي أجر عين الفعل متحرب بو هروق خيوه هر شون هربو جوري ولا أجر هاتو عين الفعلك ساكن بو فاعل فعلك ديار متحركة أجر مفتوح بو لكاتي جمعك النواب ألفوبتيه عين الفعل كي مفتوح جوفه تمرد علي تمرات شاكا ركعت علي ركعات سجدة علي سجدات أيش أوانيك ولي أجهات وفعل فعل كي ملموم ويا مكسور وسيا وجيت يا درستا مثلا غرفات 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 يعني عين الفعل كي بساكني بيليتو باله بساكني بيلرو ملمومك يا مفتوحك أما هو أجر مكسور مسكو حينطا أيت جملة ومعلومك جملات 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 شبهي شروعي حجرات هي القرآن حجرات من وراء الحجرات شبهي شربو جوريا أم جارة أيت حينطا بناي قلمة حينطات 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 أبو جورتوني ليش بو خطواتك اسم خطواتك لأنه هكذا بمعلومة يخلينه على أوان بتسكين طاقة خطوات ينخندته وهما لغتان وهما يعني تسكينك ولمك إيش يعني تحرك عينك دو لغة في جمع خطوة لجمع خطوة دا شاكا أبتا أو دواني ودا إنا داني تيجي كادرستا خطوات شويني توا باشا خطوة بتشي علين خطوة وهي ما بين قدمي الخاطي خاطي بادانر أو كبيدا عن يتحسر عرضو بيروا يعني بين دو قدمكي نيواني هر دو قدمكي هو بيالن خطوة شاكا مثلا ما باية كيداناوا باية جوزاتو آلي وداياني أو بين دو با بيالن خطوة شاكا بلن
وقرئ بضمتين وهمزتين شن بويا كان بضمتين وباضافه وهمزتين هنا بو تكراري شن يوتي بتسكين خوان ديالته يعني اصلا غير بضمتين ها بله خطواته اما دوايا كوتي بتسكين خطواته امرك على قرئ بضمتين وهمزتين مثلا اخر ايما يك قاعده منوايا هيا جاء واوي مرمومه كريبه همزه على قرانها هيا واذا الرسل اقتت لا أصلا وقي تدبو مثلا وجوه جمع وجهه أي كان بأجوه أها واوي مرموم كرده بهمزة وليأم واوا مثلا خطوات واوا كان مفتوحة مرموم نية قاعدة يعني زميني تيا مساعد نية بكره بهمزة وليأرى بهمزة شوان ديانة تو لبر أواو تيانة قيناكا هرشان الله ميلا سر نية وليأل الله ما ونزيك أعوى متواجبون يا شاء لخطأ ونية. نعم لخطأ ونية. باشا. بعدين. وقرئ بضمته وهمزتين جعلت ضمة الطاء كأنها عليها. يعني وادا أنريا كأنما ضمي طاءك شن طاءك وصل بواوك و ولا نزل جريالا كأنما أو ضم لسر واوكيا. أو جعل لا كثير شوف فتح واوكا لبر أجفكيا. لو أني أبغى والله فتحك عارزية شن لبر وفيابو. دي خوي لواء أمر تقويتي أواكا وغلما كالسر واوكا دانري أوا حسا وكري باش وبفتحتين شخناتو خطوات أوقت على أنه جمع خطوتين خطوة جمع خطوة بناك جمع خطوة وهي المرة من الخطو أبت مصدري مرة خطو يعني باقوزان نوى باقوزان نوية وطن يك باقوزان نوى باقوزي تو مثلا اشتبروان عاوتن چون ما همانا مثلا فاعل لكي مفتوح به مصدر اگر مضمون به اسم مصدر و مثلا او ريكل ليله شاوه انه بو جاكت كانما كسي برسيارك بو شي شويني شيطان نكوين على انه لكم او تعليل وايه انه چك او شيطان لكم بو ايوا عدو مبين دجمنيكي اشكرايا ظاهر العداوة يعني دجمناتك ظاهرة لا كي دجمناتك ظاهرة عند ذوي البصيرة أو أنوا بنشيان هيا ديدي بازيان هيا باشا وإن كان يظهر الموالاة لمن يغيه يغويه هرشن أو شيطان دوسايتي در أبري بو أو كسك شيطانك تي ليك لو كسا إخوائك قمرائك سريتي قد آخر فريوية دايتي أو شيطان واد الخوش أو إنسان واد الخوش كا تواو مثلا علاقة فياءك بأنجام كار شيطانيك وايا ولذلك سماه وليا في قول تعالى أولياؤهم الطاغوت هر لبر أوي يا أخوائي قولة يعني شن أو شيطان موالات ظاهر أكا بو مغواك آخر أغوى باب إفعاله مثلا أغوى يغوي أول باب إفعاله اسم فعاله كما تسمى مغوي فذوي كمغوية كي شيطانة أو كسيك وفريو شيطانة بابة مغوى شاكا يديني مثلا دوسايتي در أبري بو مغواك بو هالفريواوك وكفريو داو سريليتيك داو أمانة شن أو دوسايتي يعني أو ولاية وموالاتي بو در أبري خواهي قولة شيطاني بأولياء أو أنه بردنا بوي أفرمي شاكا ولذلك سماه وليا في قول أولياؤهم الطاغوت جاء طاغوت يجبوا جنسا أي ناخو طاغوت مفردة مثلا بيتها وليهم الطاغوت ولكن أو جنسا لبروا مثلا بجمع هنا آياتي بدون سبب خبرك يقول أم جارة فرموي أم شيطان زور خرافة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تنيا فرماني خرافو قناح كاريتا في أداء سوء فحشاء سباسي أنا كاكا منايتي أو بياني عداوتك يعني كأنما لبيش أخوائي يقول فرموي أم شيطان لقال إيه وعداوتي هيا إيه ما ليه فرسين عداوتك إيه شيئا لقال إيه ما
أوجا فرمي إنما يأمركم بالسوء والفحشاء يعني هج وقت خير خوازي ونيا قد قد راجي خير ناني تبرتان همشا فرماني خلافتان في أكا بيان بعداوته وهروها ووجوب التحرز عن متابعته وبيان بو أمك واجب لسر إيما برحزر يعني باريز بكين لشوان كوتني خو ما دورو خين لو يكشواني كوين متواجبون داي واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم على باوخ والشيطان نايا فرمانا في باب سوء بفحشا بو أفرمي يأمروكما على مثلا الشيطان شون أوشتل برشاود جوانك أي رازينيتو وايلي أكا تولواني دل دربيبو أوشتل حتى فيها قيلس كالسك حالبون وايلي أكا يعني وكو برد اليسا أسا برد نيا خويكي بسريا شون بزنو مر راعكن بوي حالبون وأكال بنيالم أو خرابي وال برشاوي بنيالم الرازينيتو شاكا كأو إنسان بو أنجامي أو خرابي بلسكالسكو هل دي أشي أنجامي أدا جاء أو حالة أو رازان نوية بيالن تزيين أها على زيين للذين كفروا مثلا زيين جاء بمجهوليها روا هنا معلومة يعني زين لهم الشيطان أو شاكا هر زيين شاتوا بمعلوميش على ليردا أمر باستعارة والقرياب والتزيين أينها لأصل إنما يزين لكم السوء والفحشاء يعني سوء فحشاء لبرشاو جوانك بلان إيما أمر من هنا ولا جي تزيين دامان ناوا يعني هاتوين شما كروا تزيين من شبهان دوا بأمره باشا هو استعارة أصلية جاء أم جاء تزيينك ما حزك أمرك ما يراتو أو أختي بو استعارة تبعيك مثلا لأمرك يأمرو من اشتقاق كردوه لتزيينكش يزينو من اشتقاق كردوه أم جاء يزينو من شبهان دوه بيأمرو لسر أساسي استعارة تبعية أو حال دولا وبعثه لهم يعني أو أمر دان يا بو تزيين بو بعث شيطان يعني بو هالخراندني شيطان يعني حانداني شيطان لهم بو خلقك لسر شرك حالوي باش أم استعارة بو كريارة ولا تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم بو أويك أو رأيي أوان هيانا يعني بيبا وركان أو رأيي هيانا رأيي كان يعني بسوق نيشان بدا حالوي يعني ايوا هر اوانن كوا او تزيينو بعث شيطانتا اندرق نكردوا حالبي وكو امر بيرويتا اندي اكردوا بخوتا نزاني وشيطان او اي اكردوا تسفيه يعني شي تسفيه سفا سفيه كردن اوا تانين بويك اباشا نسبتي السفيه يعني الراي كان الراي سفهيه يعني او هل بجارديك كرديانا شاقني وتحقيرا لشانهم وبو اويك شان مقاميا بسوق نيشان بدا يعني ايوا سوق معناها كي هو معناها تي لبدين شلون اسمبلي وكل بروجي عندها دباشيت سوق اخرنيا اگر كسيك اخلاقي جوان النبي ومن اخرى انا كسوق بنيامي كي سوق ونيا اوا أو هل يعني أي هنا تسرع أول بلى جام جا السوء فحشاء والسوء والفحشاء ما أنكره العقل أو أجينك أمانها ومعني بن لقليك يعني هرشي كوا عقل في رازي نبي وإنكارك شاكا آخر ما أنكره منكر مكرن منكر يعني ناسراو أو أني بشتي خراو أو يعني منكر يعني ناسراو لبر أو شاياني ناسي نية كسينية كردوه كي خرابي لك درسي أي أنجامي أدا خواهاتي كسبي نداري أو كردوه هرنا ناس راو بيه أما بكردوه شاغلن شي ألين معروف شن حزك عايزة كان مثلا توبيني كاركي باش أنجام بي حزك خلق بزاني كتو كارا باش تأنجام داوا أهو متواجبو وابو يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر كمان سوء
همان أو سوء أو أوي جاء أمره واستقبحه شرع يعني عقل بلا عقل ومنكر بمنكر يزاني وشرع بقبيح يزاني أي باشا أقل هل كان ما أنكره العقل واستقبحه الشرع هل كان معناها كان هيا بو شيء أخوة عطف دليل لسر مغايرات بو هل كان ببنائك وينهو عطف كرندو بسريك قال لي نعم لير دا عطفك بو مغايرات نية بلكو بل نوع مغايرات هيا بلا من الأصلي معنى هذا والعطف لاختلاف الوصفين شاكا عطفك لبر اختلاف دو وصفك يا منكرك ومستقبح منكر مستقبح مثلا الروانجي شرع مستقبح الروانجي عقل ومنكر فإنه سوء هل أو شيئا كتودونا ولياناها يكي كان منكر يكي كان مستقبح سوء لا يكون سوء لاغتمام العاقل به لبر أويك وعقلي بيغنبار به إنساني عاقل فيه به بيغنبار به دي أمجارة سوء لساءني ودي ساءني زدي سرانية سرانية يعني خوشحاو نيكر ساءني يعني غنبار نيكر أو حالي بلا وأمجارة وفحشاء باستقباحه إياه باشا أكريه والفكاء الممدودة بغير منصرفي بخيره باشا فحشاء وشن أقل ألف ممدودة لدواي سحر في أصلي وابو معناه ويتر ألف بألف تأنيث حساوة اسمك أقابا غير مسلم وفحشاؤه باستقباحه إياه حاضبي لبرأوك مثلا عقل أو شتا يعني أو شيئا بمستقبح أزاني يعني بخرابي أزاني بخبيح يزاني بناشرين يزاني والله ليرى باعتباري أصلاكيتي شنها ما أنكره العقل ما استقبحه الشرع باعتباري وقيل السوء يعم القبائح قيل جلبا وفرق يعني سوء يعني بقشتي هموشت قبيحة كان قياني توايا أوشتانيك قبيحة قياني والفحشاء ما يجاوز الحد في القبح أما فحشاء بشتيق ألينك لأن نازته فرقا لقبحة يعني في زور ناشيرين كواتب مثلا بو قرارة سوء يعني قبيح وايا ولي فحشاني زور زور قبيح حالب جاء لشي ما يجاوز الحد في القبح من الكبائر لقناح الزلاكان قناحي قوله وقيل نا الأول ما لا حد فيه أول يعني سوء بو قناحانا أو يعني كردوي خلاف إنسان أنجامي هذا ولي حدي لسرني كابراغا أنجامي دا. والثاني ما شرع فيه الحد أما دوامك أويك حديث مشروع كريابي حالبي أما وأن تقول على الله ما لا تعلمون يعني بشينوس الآيرة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالفحشاء فرمان بالسوء والفحشاء وبتشي تريش وبوي يعني بوي كهوشتان بزمان تانو نبي وأن تقولوا وهل تعنني لا سر أوي كبلين لا سر خوا ما لا تعلمون أوي كعلم تنبينية يعني هرشي بزمان تانا هنيجرن شاكا أو يعني بو فعله يعني إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر فرمان تان بيأدا باشا بوي ككاري فحشاء ومنكر أنجام بدين وفرمان تان بيأدا باشا هرشي بدم تانا هنيجرن وشق سخرا وبيك أولي ويك إنسوي بما لا حد لداو زوريني مثلا توبيني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إن أوش بسائلة إن مسائل السبيلة أوش بسونية با حديشية أخذ باشا هو تأماني شبهين هنا بقيل هنا بيتي وليتي أوليوانية فحشا كيبو بكادرا هو أوليوان جاء مجارة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكوشي كاتخاذ الأندال وقرتني شريك وتحليل المحرمات مثلا حلال كردني حرام كان وتحريم الطيبات حرام كردني باك كان وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا وليوا خوي دليل تيا لسر أو كمنع ما نكال شوين كوتني ظن رأسا يعني لأصلا لأصلا يا منابع شوين كوتني ظن به
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني الشيطان وأداتانك هذا وشو نزان كون ونيا كواتا أقر إيما مثلا الرويزة النقصة ماكر يقيني نبو أبتا قوتركاري أو قوتركاري يعني كإيمايكين شيطان فرماني في هذا أي أبي باوخ ومجتهيد للرويزة النقصة أكا آخر دور بي أقوالي مجتهدين ظنية ونيا أعلي كاكك يعني. وأما اتباع المجتهدين لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي. وأما شوين كوتني مجتهد شوين بره شوين شيء كبه لما أدى إليه شوين أعوشت أكبه كوا ظنك سرعك يشيب ولا أعوشت كظنك طالي دا تكيي دا أو ظن لسر مدركك شرعي. مثلا حديثك ظني بدا سوي حالي ببلا لسر مدركك شرعي جاء أو اتباعي مجتهدا فوجوبه قطعي أو اتباع واجب لسري قطعية، يعني شنك شرع دا سوري دا كليوا أقر بغي ظني مستند بولاي مدرك شرعي واجب الاتباع ليك شرع وتبيتي تتبعيت لظن كردوه آواتا متواجبين. والظن في طريقه أي باشا ظنك لا شيء أوقاته كاكا عليه. والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية ظنك ليوارا لطريق جيشتن بما أدى إليه كيا، يعني مستند الشرعية كهيا كالدليل لسلوان لقل أو شيء كتوقرك في ارتباطها التي جيشتن، يعني لاتصال مدرك الشرعية كو باشا لاتصال مدرك الشرعية كمدرك الشرعية كوصل ببيب ولا مؤدى كمؤدى، يعني شيء ما أدى إليه ما أدى إليه ظنن أظنك على طريقها هي وتظنك لطريق يعني لإيجاد ارتباطه للرب الداني مدرك الشرعية كيا بمؤداك وبويك ظنك ولا يأتي أين لا أصلا باشا توب هاي الروي لظن كردوه شنو وقت أقر هاتو بو ظن أقر تو قيشتي بو شيئا إتي أو شيئا أمر واجب الاتباع بيت يقين بيت يقين تاريخ كي بيت قطر حالي من تعفيقين تائرة موفق بالنسبة